فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا ابن عياش، حدثنا الأوزعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب. الخلاف عريض بين العلماء، هل سمع سعيد بن المسيب من عمر أم لا؟ من أثبته وقال أنه حضر له الخطبة وكان عنده 6 سنوات. عن عمر بن الخطاب قال: ولد لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سميتموه بأسماء فراعنتكم لا تأتي. قال: سميتموه بأسماء فراعنتكم لا يكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه. وهذا الإسناد في ذلك ضعيف. سعيد بن المسيب على الراجح أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب، وذكر عمر فيه خطأ. قال الدقنيف الآن: غير إسماعيل بن عياش يرويه عن الأوزاعي ولا يذكر فيه عن عمر وهو الصواب، يعني ذكر عمر في ذلك خطأ. وأورد الخبر ابن حبان في المجروحين وقال: هذا خبر باطل، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ولا عمر رواه ولا سعيد حدث به ولا الزهري رواه ولا هو من حديث الأوزاعي بهذا الإسناد. وأخرج ابن الجوزي في الموضوعات. طبعا هيبة المسند أن يقال فيه الموضوعات فيه ما فيه يعني في هذا الباب. نعم. رواه من طريق مسلم أخذ كلام ابن حبان فيه وقال: فلعل هذا قد أدخل على إسماعيل بن عياش في كبره، أو أدخل هذا الحديث على ابن عياش في كبره، وقد رواه وهو مختلط. قال أحمد: كان إسماعيل بن عياش يروي عن كل ضرب، يعني مرسيله كالريح. وهذا حديث أول حديث من الحديث 9 التي أوردها العراقية على المسند بأنها موضوعة. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة من طريق بشر بن بكر والوليد بن مسلم كلاهما عن الأوزعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم سلمة وذكر الحديث لكنه لم يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأخرجه الحاكم من طريق معاذ بن حماد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: ولد لأخي أم سلمة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وأقره الذهبي وقال السيوطي: رواه معاذ بن حماد عن الوليد بذكر أبي هريرة فيه شاذة. حفظكم ربي جميعا. قلنا نعيم بن حماد كثير الخطأ، والوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية في الخبر باطل. حقيقة الأمر هذا الخبر باطل، يعني هذا الخبر باطل. وفي التسمية في هذا الباب ويقول لهم أنه لهو شر على هذه الأمة من فرعون القومي، هذا حديث باطل لم يصح. يسر الله لنا ولكم الأمور كلها، أحسن الله عليكم. وعن باز بن حكيم أن حتى حدثنا أبان عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله كان يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وهذا فيه النهي عن صلاة. عليكم السلام وبركاته دكتور رضي الله عنك، حفظك ربي. كما قلت أن هنا النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذه المسألة فيها 3 أقوال. القول الأول: حرمة الصلاة بعد صلاة في هذا الباب. المشرفون يفعلون ما قاله الإمام الأستاذ أبو عبد الله ورضي الله عنكم، أحسن الله عليكم. الحمد لله. وضعت وين؟ وضعت في الصفحة. ماشي. إذن هنا عندنا النهي عن صلاة بعد العصر والنهي عن صلاة بعد الفجر. أما صلاة الفجر فاتفقوا على أنه لا يجوز الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
فاتفقوا على عدم جواز الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس رضي الله عنك يا أم الأبرار. وأما العصر فقد اختلفوا فيها، فمنهم من قال بأنه أيضا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا الأسلم، وهذا تقديم الحاضر على المبيح، وهذا فعل أيضا ما قاله حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طارة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خيرا. الزوم يهنئ الشواذ، لا إله إلا الله، إنا لله إنا إليه راجعون. اللهم المستعان. الحمد لله يا طارة، وأنت كيف أخبارك؟ أسأل الله لك الاستمرار والاستعداد والخير في هذا، رجاء رجاء لا تفرطي في هذا الخير. أكرم رضي الله عنك أبو عمر، أحسن الله عليك حبيبي. فإذا إخوتي الكرام، بالنسبة للعصر فقد يعني جاءت أقوال ثلاثة، القول الأول وهو القول الأسد وهو القول الأحوط أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن الحاضر يقدم على المبيح. والقول الثاني أنه يجوز الصلاة بعد العصر إلى أن تصفر الشمس. وهؤلاء في هذا الباب، تفضل أنا تحت أمرك أستاذ أحمد. وهؤلاء استدلوا بحديث علي بن أبي طالب في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد العصر ما لم تغرب ما لم تصفر الشمس، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. طبع الدار الحديث، طبع الدار الحديث يا ترى، زادك الله همة. أنا معك أستاذ سبيل النجاة أيها الفارس المغار. أقول إخوتي الكرام حفظكم الله ورعاكم، الحمد لله رضي الله عنك. أقول إخوتي الكرام، هذه أقوال ثلاثة، وإن كان الأسلم من هذه الأقوال هو عدم الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عدم الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم خصص بذلك الشافعية صلاة ذات السبب، وصلاة ذات السبب هي الصلاة التي استمر عليها صاحبها، فإن كانت راتبة فهي يجوز له أن يصليها بعد العصر، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يصلي سنة الظهر التي شغله عنها توزيع الصدقة فيصليها بعد العصر، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ثم ثبت عليها. فحقيقة الأمر أن نقول يبقى النهي على ما هو عليه، والحاضر يقدم على المبيح. وقد يقال في صلوا بعد العصر حتى تصفر الشمس يعني قضاء ما عليكم، كما فعل في الركعتين بعد الظهر شغله توزيع الصدقة فصلاهما بعد العصر. فالصحيح كما نعم، فالصحيح أنه لا يصلي بعد العصر ولا يصلي بعد في هذا الباب، لا يصلي بعد العصر ولا يصلي بعد الصبح. لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد الصبح قال الفجر مرتين، قال لا، إنما هي رغيبة الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الله أكبر رضي الله عنك أستاذ أكرم، الله أكبر. نعم المفروض تقتله، تجعله يسكت، لا ينطق، لا يتكلم. نعم. الفوائد المستنبطة، يعني الحديث الموضوع الأول أنا نتكلم عنه، الحاضر يقدم على المبيح. فضل مكانة عمر بن الخطاب، قال حدثني رجال المرضيون وأرضهم عندي عمر رضي الله عنه أرضاه. يقتل يقول له أنت وهو أبناء عمومة، أنتما في البدعة سواء، أن يقتلوا بذلك، يقول أنت والروافد سواء، أنتما في البدعة سواء. فضل صلاة الصبح والعصر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يلتقون فيكم يتعاقبون فيكم ملائكة يلتقون في الصبح وفي العصر. قلت فضل صلاة العصر والفجر. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.